ثريا. مرحبا بك ثريا. في انتظار أن يمدونا بأهم لحظات مسارها الحافل. ألو. مساء الخير عليكم. أولا يتوجب الشكر والشكر الكبير للجمهور، لأن بدونه إحنا ما كاينينش. من العبث تواجدنا، لأن المنتوج الفني هو لكم ومنكم، فشكرا لكم لتشجيعكم لتسامحكم لتقبلكم لنا. الشكر لمهرجان السعيدية، هذه أول مرة كنحضر لهذا المهرجان، كنكتشف مدينة جميلة جدا، جمهور أجمل، أصدقاء كانوا عندي، أصدقاء أجداد، مهرجان حميمي جدا. فشكرا للمنظمين، شكرا لبنيونس، شكرا لكل الناس اللي حاضرين معنا، لجنة التحكيم، كتاب، ممثلين، مخرجين. شكرا هذا التكريم، هذا كنعتبره تكليف وتكريم وتشريف. كتبينوا لي بان المجهود ديالي ما مشاش، كتبينوا لي بانني خاصني مازال نعطي اكثر باش يبقى التواصل بيني وبينكم مستمر. شكرا لكم. شكرا لك توريا، شكرا على هذه الكلمة. مساء الخير. مساء الخير. انا سعيد جدا وفخور باش نسلم لصديقتي العزيزة توريا العلوي الجائزة اللي كتستحق. هي غير جائزة رمزية وهي كتستحق أكثر. بدأت المسير ديالها معايا في الفيلم الطفولة المغتصبة سنة 1993، يعني هذه 25 عام تقريبا. ممثلة عندها قدرات كثيرة ذكية جدا، لان من خلال الاسئلة اللي كانت كطرح عليه كمخرج كتبان لي بان عندها ذكاء كبير ومجنونة بالدور ديالها. يعني الدور ديال رقية ماشي اقتمسته بهكا كاريك ليجيرتي، بالعكس ما كتنعش، وكانت يعني بلها غير مشغول غير بالدور وبالنجاح ديال الدور ديالها، وطبعا بالنجاح ديال الفيلم بصفة عامة. كنتمنى درنا أفلام أخرى، درنا ستريس مثلا كان فيلم جميل تلفزيون، ومازال إن شاء الله باقي حنا صغار، أنا باقي صغار من أخباركم إن شاء الله، ومازال غادي نديروا أفلام أخرى وأعمال أخرى إن شاء الله، وكنتمنى شي نهار نصور شي فيلم السعيدية. هذا هو، وشكرا لكم. المخرج. مساء الخير عليكم. اولا كنشكر المنظمين والسي بن يونس على هذه الفرصه وهذا التكريم لتوريا، وكذلك على هذا المهرجان الجميل الحميمي العائلي اللي كنحسوا به باننا ما كنجوش ضيوف فقط، وانما كنكونوا من الناس المنظمين. أو حمامة السينما المغربية ممثلة بمواصفات فنية عالية وتجارب إبداعية متنوعة. لا يرحم. واش نشوف؟ أنا باغي نسولك غير على الفراخ ديالي. ماتو. ما كممثلة ما يمكن إلا الجمهور كيعرف القيمة ديالها والأعمال ديالها كتكلم عليها والأدوار ديالها كتكلم عليها. من ناحية الإنسانية هي رفيقة عمر، هي الحب الأول والأخير طبيعة الحال. كنا مجموعين من سنين، بدينا الحياة كلها من الكارير ديالنا الفنية، كنقول لكم يعني الحياة سواء في اليوم ديالها أو في الحياة الزوجية أو في المجال الفني، كل شيء بديناه ضربة ضربة لبينا لبينا، وكانت دائما نعم السند، دائما الرفيقة الحقيقية، دائما المساند الأول. كنشكرها على الوفاء ديالها، وكنقدر نقول لها شكرا لأنك كنتي في حياتي. شكرا. نقول أحبك. قلت الحب الأول والأخير، ترى من هذه باقي بغيتي. إذا الحب الأول فقط، صافي الأخير خلوه مفتوح. شكرا لكم، شكرا حكيم، اعتز بصداقتك وافتخر بك
الجداد. شكرا شكرا سوريا. نطلب الآن من مدير المهرجان أستاذ بن يوسف حكاني أن يقدم الشهادة التكريمية ودرع التكريم. Thank you.